نصري عبد اللطيف، النائب ديال رئيسه جامعه الدار البيضاء، المكلف بالشؤون الاجتماعيه والثقافيه والرياضيه بمجلس مدينه الدار البيضاء. واول حاجه كنشكروا الجمعيه الاعمال الاجتماعيه ديال الصندوق الوطني للتضامن اللي شرفتنا بالدعوه الكريمه من اجل حضور الافتتاح ديال ملعب لكره القدم بالمركب ديال الاناره ديال الصندوق الوطني بمناسبة ديال الذكرى 46 للمسيرة الخضراء. شرفنا بهذه الزيارة هذه وبالمعاينة ديال النشاط الرياضي اللي تيحتضنوا هذا الملعب هذا، ودرنا زيارة لكافة المرافق ديال هذا المركب ديال الإنارة اللي فيه واحد المجموعة والتي تقدم واحد المجموعة ديال الخدمات الفائدة ديال المنخرطين ديال هذه الجمعية هذه من الموظفين ديال الصندوق الوطني للتضامن. الاستراتيجية ديال المدينة في الجانب ديال الرياضة اللي كيف ما قلتي عنده أهمية كبيرة جدا في مدينة ديال الدار البيضاء. مدينة الدار البيضاء اللي عندها واحد المجموعة ديال التحديات وتتعرف واحد المجموعة ديال الإشكالات في النقل، في العنف، في الجريمة، في التلوث، في واحد العدد ديال الأمور، لكن في المقابل خصنا نسعوا أن الوجه الآخر ديالها يكون وجه ثقافي مشرق، وجه اجتماعي كذلك متحرك، ووجه رياضي، يعني وتكون مدينة تعج بالثقافة وبالأحداث الاجتماعية والرياضية. في هذا الصدد هذا رحنا خدامين في الجماعة وفي المكتب المسير تحت رئاسة ديال السيدة الرئيسة على إعداد البرنامج العمل ديال الجامعة الدار البيضاء، اللي أكيد أن الثقافة والشؤون الاجتماعية أو التنمية الاجتماعية والتنمية الثقافية والتنمية الرياضية في صلب الاهتمامات ديالنا على المستوى المرافق اللي كندبروها وعلى مستوى الاحداث الرياضيه والثقافيه والاجتماعيه اللي غادي نشرفوا عليها ان شاء الله الرحمن الرحيم، اللي غادي نحاولوا باش اننا ندعموها بشتى الوسائل الممكنه باش يمكن نحققوا هذيك التنميه الثقافيه والاجتماعيه والرياضيه في مدينه الدار البيضاء. اكيد ملاعب القرب كيف ما في علمكم وفي علم الجميع بانها شكلت واحد الاضافه كبيره على المستوى ديال المدينه على المستوى باقي المدن، لكن رافقتها واحد العدد ديال الاشكالات على مستوى التدبير، على مستوى الصيانه، على مستوى استمراريه الخدمات. فمن بعد هذه التجربه هذه اليوم كاين يعني الان الاوان انه تكون واحد الوقفه من اجل التقييم ديال هذه التجربه ديال هذه الملاعب ديال القرب، ونخرجوا بواحد الصيغه بالاشراك ديال جميع المتدخلين من سلطات ترابيه، من جمعيات المجتمع المدني، من مؤسسات منتخبه، ومن قطاع وصي، من اجل بلوره واحد التصور لصيغه متطوره وجديده بناء على التجربه السابقه اللي كتراعي التدبير، كتراعي الصيانه واستمرار الخدمات، وكتراعي سهوله الولوج وتقريب هذه الخدمات الرياضيه للمواطنين، خصوصا اللي عندهم الهشاشه وفي المناطق اللي هي محتاجه لهذا النوع ديال الرياضه، واللي هي اصلا هذه الملاعب تخلقت من اجله مع التطوير ديالها مستقبلا باش تكون عندنا ملاعب ديال القرب في رياضات مختلفه وليس فقط كرة القدم. فلذلك كاين واحد العزم كبير اننا نفتحوا هذا الملف هذا بكل يعني أريحية، بكل جرأة، بإشراك جميع المتدخلين من اجل ايجاد صيغة متطورة كتراعي يعني الخلاصات ديال التجربة السابقة، كتأمن الولوج لهذه المرافق هذه، وكتأمن حتى الاستمرارية ديالها واستمرارية الخدمة ديالها، لان ملاعب القرب ما فيهاش غير اشكالات ديال التدبير او لا ديال الولوج، فيها اشكالات حتى ديال الصيانه او لا ديال التطوير ديال الخدمه ديال هاد المرافق هذه او التوسيع ديال الخدمه ديال هاد المرافق هذه. شكرا سي عبد الله. اول حاجه كنشكر جمعيه الاعمال الاجتماعيه للضمان الاجتماعي اللي حولت لنا الفرصه اننا نخلدوا هذا اليوم وهذا الذكرى، وبالمناسبه اليوم تم تدشين هذا المشروع ديال اعاده فتح ديالو بدي نوفو كونديسيون اللي خلاتنا اننا نفكروا نحن كنساء اللي من منظمه الضمان الاجتماعي نفكروا اننا حنا ننظموا واحد الفرقه اللي هي لكره القدم تحت اشراف بيان سور الجمعيه ديالنا اللي هي جمعيه الضمان الاجتماعي، وكنشكروهم بزاف على هاد الاعمال وعلى هاد الشيء اللي تيديروا سورتو لا بالنسبه للرجال ولا بالنسبه للنساء. وبما انه كاينه نسبه كبيره من العنصر النسوي في الدومين ديال الضمان الاجتماعي، دونك حنا قررنا نكونوا معاهم ونديروا فريق وان شاء الله نمشيو به القدام علاش لا. هادشي اللي كاين سيدي.
تنظيم فريق كرة القدم النسوية التابع لصندوق الضمان الاجتماعي، واش غادي يتنافسوا على المستوى الرسمي ولا غيتنظموا مقابلات؟ في الأول غيكونوا مقابلات اللي بيناتنا، وإن شاء الله كنتمناو نمشيو لقدام، هادشي اللي كاين. الأخت مريم، من خلال ما نتوفروا عليه من المعطيات فأنتي صاحبة الفكرة ومن مؤسسات هذا البرنامج. اكزاكتومون، البارح كان عندنا واحد لا ريونيون وكنا داوين على هذا المشروع ديال اليوم، كنا داوين اكزاكتومون اليوم على الافتتاح، وقلت يعني علاش لا، حنا حتى حنا كنساء نديروا فرقة ديال كرة القدم، حيت نشوفوا تبارك الله كاينين فرق عالمية لكرة القدم، وكانت فكرة جات من دي. الحمد لله تم تلبية الطلب من طرف الناس المسؤولين اللي على رئاستهم السي عز الدين زكري والسي حتاج، وكنشكرهم بزاف على هذه المبادرة القيمة اللي حولوا لنا الفرصة أننا نكونوا معهم كنساء. شكرا. لا شكرا على واجب، وكنشكركم بزاف. آمين. السلام عليكم. المهم التورنوا داز ان شاء الله في اجواء زوينه ما بين رفقاء ديالنا لا في مدينه طنجه لا مدينه مراكش، لا رفقاء ديالنا في مدينه الدار البيضاء، ودازت المقابلات في اجواء رياضيه، مقابلات كامله، وكلشي كان راضي على هذا التنظيم. كنشكر الناس اللي سهروا على هذا باش تقوم الظاهره الرياضيه، وان شاء الله هذه بدايه، ومتشوقين اننا هاد الظاهرات نشوفوهم مره وجوج وثلاثه ان شاء الله. وكنشكر كاع الزملاء اللي تسموا بالروح الرياضيه، وكلشي داز مزيان، وتبارك الله على الدراري كاملين، لا اللي خسروا لا اللي ربحوا، والحمد لله داز الامور بخير. كيفاش تعلق الملعب اللي تم افتتاحه لاول مره؟ يعني كيفاش كتشوف الملعب؟ بالنسبه كما كتشوفوا معنا الارضيه ديال الملعب زوينه، ساعدتنا اصلا حتى باش تدوز الامور بخير، ما كانوش هناك اصابات، يعني كلشي داز مزيان، وكنتمناو ان شاء الله كما قلت لكم تكون هذه البادره السباقه كاول مره، وان شاء الله نشوفوا بادرات اخرين ونشوفوا مسابقات اخرين ونشوفوا الاصدقاء ديالنا اللي في العمل من مدن اخرى ان شاء الله. الاسم كامل؟ الاسم جبران عبد السلام. شكرا.